اسمي يوسف رشيدي، عمري 13، لاعب كرة قدم. تقريبا صار لي ألعب كرة قدم 6 سنين 5 سنين. اللي خلاني ألعب كرة القدم تشجيع الأهل، اللي خلاني أستمر تشجيع المدربين وتشجيع الوالد الله يرحمه. شاركنا ببطولات، الحمد لله حصلنا على المركز الثالث، كانت البطولة زين. شاركنا بدوري والحمد لله حصلنا على المركز الثالث ودوري سامبا. مركزي بالفريق جناح يمين، وظيفة مركزي أعطي باصات وأدخل جول. تدريباتنا بالأسبوع 3 أيام، تمرينات وتقسيمة وأحمى. في تدريبات خاصة لي شلون أهاجم وشلون أدافع. عقب ما رجعنا من كورونا كانوا المدربين يركزون على اللياقة والتدريب. عشان أصير لاعب أساسي ألتزم في كلام الكابتن، وألتزم في تماريني، وألتزم في أكلي ونومي. أوافق بين الدراسة والنادي، أقوم وأروح للمدرسة، وأرجع من المدرسة أتغدى وأرتاح وأروح للنادي. قدرتي في اللعبة محليا بدر مطوع، وخارجيا ميس. أكثر اللاعبين اللي اتفاق وياهم عبد الله وراشد وعبد الرحمن وفي كم لاعب. طموحي في كرة القدم أني أصير لاعب بالقادسية. الإداري يهتم بحضورنا وصرفنا، والمدرب داخل الملعب. اللي شجعني الوالد والأهل. اللي ينقصني كلاعب دعم معنوي. أنصح الشباب اللي بعمري يلعبون رياضة مفيدة للجسم ومفيدة للعقل. عبد العزيز محمد ضايف، لاعب نادي صليب خاط ومنتخب الكويت لفئة الناشئين. صار لي باللعبة من 2012 إلى الآن ومستمر إن شاء الله. خلاني أدش اللعبة بصراحة، أول ما دشوا إخواني كنت قاعد أنا ببيت فاضي ما عندي شغل، فقلت بدش وياهم أملي فراغي منها ومنها أستفيد. قبل لعبت كرة قدم ولعبت على قوة. خلاني استمر بهذه اللعبة بصراحة، رغبتي للعبة أول ما دشيتها ما كنت مقتنع باللعبة، خصوصاً كنت مقتنع بكرة القدم أكثر شيء، ولكن إخواني حفزوني على اللعبة هذه وكملت واستمريت على اللعبة هذه ومستمر بإذن الله. مركزي بفريق وينج رايت وباك رايت. وظيفة مركزي من الوينج، إذا كانت الشوتة صعبة من الباك طبعاً، إذا كانوا مدافعين زينين أو إذا ما قدروا ينزلون الدائرة ممكن يقتصرها الوينج ويدش حتى لو من صفر. إذا كانت عنده مهارة فردية ممكن يقدر يطبقها على الحارس ويختصر كل هذا الصعب بشيء سهل ويسدد الهدف. بطولات محلية شاركت بالدوري وبالكاس. بطولات خارجية شاركت بطولة ودية بحر المتوسط اللي هي قبل فترة قليلة. شاركت معسكر واحد مع النادي اللي هو مصر، وشاركت مع المنتخب معسكرين تركيا ومعسكر بوسنة. الفرق بين المعسكرات والنادي بالمعسكرات تكون أحيانا تركيز أكثر على اللاعب، تواصل مباشر مع المدرب، خصوصا تعدل فترة نومك، تعدل فترة الأكل عندك، النظام، تخليك ملتزم خارج الملعب قبل داخل الملعب. أما بالنادي تكون عندك حصة تدريبية واحدة تقدر تدرب فيها ساعتين بعدين تطلع. ممكن التواصل مع المدرب يكون شوي صعب، ولكن نشوف المعسكر أفضل. تدريبات بالنادي 5 أيام، ومرات تتطرق إلى 6 أيام إذا كانت توجد باريات يعني صعبة، أو إذا كان يوجد نهائي 2 ساعات باليوم. لاعب تفادي الإصابات الإحماء، وثاني شيء التركيز الذهني قبل التركيز باللعب، ثالث شيء النوم والتغذية أهم شيء. اللاعب ناجح لابد أنه يكون تفكيره باللعبة، ولابد أنه يكون مركز ذهنيا باللعبة. وأنا كلاعب ناجح أبتعد أول شيء عن المقارنات، ما أقارن نفسي بلاعب أقول هذا أفضل مني وهذا أفضل مني. نفس ما يقولون يعني حتى لو مدحك لاعب لا يصير عندك غرور، نفس ما يقولون مقبرة اللاعب الغرور. ولكن أنا كلاعب ناجح إذا بنجح بلعبتي أبتعد عن المقارنات، أكون ببيئة مناسبة للعب، أكون يعني شلون يعني أكون مركز بلعبتي عدل، أكون أتمرن وايد،
أفكر بفريقي أكثر ما أفكر بنفسي. أحياناً إذا تفكر بنفسك ممكن فريقك يخسر، لكن أنت تكون بنفسك تقول لا أنا بفوز أنا بفوز. يعني إذا أنت بتفوز تركز بنفسك عمرك ما راح تفيد الفريق. أول شيء التوفيق بين دراسة والنادي، كلام خاطئ اللي يقول أن الدراسة أن النادي يوخر الشخص عن الدراسة، لأن بالنهاية أنت أنا برجع من النادي، أنا أول شيء أكون مركز على اثنين النادي والدراسة، أرجع من النادي أرجع من الدراسة عفواً أدرس ساعتين للساعة 4 أو للساعة 5، بعدين أروح النادي أخلص من النادي تقريبا فترتكم ماكس 3 ساعات، أرجع من النادي أتسبح وأكمل دراسة إذا كنت مو مخلص لفترة ساعتين، وأشوف ساعتين أنا وايد حق الدراسة. غدوتي في اللعبة محليا فيصل صوان، وغدوتي في اللعبة خارجيا لاعب وينج سويد نيكولاس إيكبرغ، ولاعب وينج مصر سند. وبصراحة أتمتع أنا بلعب أكثر شيء نيكولاس إيكبرغ كستايل لعبة، بصراحة أشوفه ستايل عالمي ستايل وينك أكثر لاعبين فاهم وياهم بالملعب، طبعا دائرة والسنتر وأحيانا أحيانا الوينك. في كدائرة في عبد الكريم صايغ، في يعقوب ليعقوب، أما كسنتر في عبد العزيز نجار وفي أمير ياسر. طموحي أنا كفريق، أولا أبدأ كفريق طموحي أحقق الألقاب قبل أن يكون طموحي كلاعب. أول شيء أبدأ بتحقيق الألقاب الداخلية، أول شيء ما بالغ بطموحي وايد على طول أبي والله كأس عالم، أول شيء أحقق طموحي داخليا، أبدأ أحقق دوري مع فريقي ولا أحقق كأس ولا أحقق الحين صرت في بطولة سوبر. ثانيا أبدأ بتحقيق البطولات الودية مع المنتخب، بعدها أبدأ أفكر بآسيا، ولكن إحنا الحين إن شاء الله نفكر بآسيا، بعد ما نخلص بآسيا بإذن الله ننافس على العالم. بصراحة التشجيع في التشجيع الأول يبدأ من الأسرة، ثاني شيء يبدأ من المدربين، طبعاً الوالد والوالدة ما يقصرون مع أخواني، طبعاً أخواني لاعبين كرة يد والمدربين ما يقصرون إن شاء الله. كلاعب كويتي ينقصني المنشآت الرياضية، طبعاً إحنا نشوف وايد إصابات أغلبها من الأرضيات، زائد الدعم المادي والمعنوي، نظام التمارين برمضان أخلص من الفطور بعدها بساعتين أبلش أو بثلاث ساعات تقريباً، أبلش ساعة 11 أو 9 وأتمرن تمرين يكون خفيف مو تمرين يكون قوي، تقريباً بلش تمرين من ساعة إلى ساعة ونص ونرتاح. صحيح الناس ما يلعبوا الرياضة، أنا أقول لعبوا الرياضة لأن الرياضة شيء أساسي بالحياة، ولا بد من الرياضة. هي أول شيء تقلل منك بنسبة الأمراض، ثاني شيء تخلي جسمك يعني تقريباً مميز، ثالث شيء الرياضة يعني تملي فراغك، ومو يعني مو تملي فراغك بشكل خاطئ، يعني تملي فراغك تفيدك حيل، تفيدك حق المستقبل، تفيدك حق أشياء. يعني بصراحة الرياضة نفس ما يقولون العقل السليم في الجسم السليم. معكم اللاعب السود أحمد خليل الملبي، ألعب كرة قدم، عمري 14 سنة، صار لي بلعبة من وأنا صغير ألعبها، يعني تقدر تقول من ابتدائي. لعبة ممتعة جماعية، يعني تساعد الواحد على ثقة بالنفس، ولعبة حلوة صراحة. لعبت كرة السلة للمتعة، وبعدها توجهت كرة القدم، اللي خلاني استمر ربعي واللي معاي حزون يلعبون وياي ومتعوني الصراحة. شاركت بطولة المدرسة، بطولة دوري المدرسة، وبس مركزي بالفريق ظهير يمين وجناح يمين. وظيفة مركزي الظهير أني أساعد الجناح يتقدم ويطلع بالكرة ويروح يهجم الكرة، ووظيفتي بالجناح أني أحاول أصنع الكرة لرأس الحربة أو صانع اللعب. تدريباتي بالنادي 3 أيام في الأسبوع، أول شيء نيجي نسخن نقعد 10 دقائق نفتر حول الملعب، بعدها نتدرب تدريبات تدريب لياقة، تدريب بداء الهجمة من الحارس للهجوم وهكذا، وتنتهي يعني بعد ما طلعنا من كورونا المدربين أغلبهم صاروا يركزون على اللياقة وبناء الهجمة من الحارس للهجوم. أثبت نفسي أني أكون لاعب أساسي بالفريق، ألتزم تعليمات المدرب والتدريبات، وما أكون أناني ألعب مع ربعي لعب جماعي ولعب حلو. أوافق بين دراسة بالنادي، صبح أدرس، بعد ما أجي أتغدى، حل واجباتي، أخلص دروسي، بعدها أروح النادي. قدوتي عالميا زيدان، طموحي أني أوصل أوروبا، منه طموحي أوصل أوروبا ودوريات العظمى هذه. اللي يشجعني باللعبة وخليني استمر فيها ربي واللي حولي الناس يلعبون وياي لعبهم الحلو ولعبهم نظيف، فهي هذا يحمسني وخليني استمتع اكثر باللعبة. اللي ينقصنا كلاعبين الملاعب تكون اراضي طبيعية احسن من اراضي اصطناعية، انها تأثر مرات
الحجر اللي يحطونه يأثر على الجسم الجسد يطلع جروح وكذا. أنصح اللي بعمري بالرياضة عشان جسدهم ونفسهم قبل ونستهم متعتهم.